تبناو. واخيرا قال لك اسيدي هما حبسوا واحد اللجنه ديال اليقاده. هذه اللجنه ديال اليقاده اللي فيها الباترونه وفيها النقابات وفيها الوينا. ولكن فين هما يا اخرين؟ واش المغرب فيها غير الاطباء مع كل الاحترام والتقدير لنا ديالهم؟ واش فيها غير الناس ديال التعليم العالي؟ كنطالبوا بتحسين وضعيه اجور وحاجه طبيعيه واحد كونترا ديال لا يعقل هذا الامر عفوا ديال السلم الاجتماعي اللي واحد الاتفاقيه ديال السلم الاجتماعي اللي كنا كنطالبوا بها ان هذا تحقق ما شفنا منه والو يعني شفنا العكس احنا كنطالبوا بتحسين الوضعيه وكنطالبوا بالشركه انها تتجاوب معنا في هذه الامور والعامل يخدم كرامته واحترامه. كنعانيو من هذه المشاكل ديال قطاع النظافه. هذه الشركه جات كتقصي الصحافه للاسف كتقصي لنا بزاف الحقوق ديالنا ما كاينه شي بزاف ديال الضغوطات ما كيخليوناش نعمل هذه الرسم النقابه كتمشي لواحد النقابه كيقول لك غدا بعدو كيصبح كيبدل لك من البلاصه ديالك من السيكتور ديالك كيبعدك اخيرا نتمين ما كيعمل لك لا ترانسبورت لا والو تينا كتسكن في مغوغه هو كيصيفطك لا شقر تخدم تنوض في الثلاثه د الليل كنتعرضوا للكريزات كنتعرضوا لبزاف الحوايج. هاد الشركه كتبغي طيح لنا قيمة ديالنا. اسمع حنا كنبغيو شركة تحتاور معنا حنا المدينة ديالنا حنا خصنا ننقيوها قايم كنقوموا صباحا ومساء وكنخدموا فوق الجد خصنا كنحميو المدينة ديالنا حنا خصنا على الشركة تجاوب معنا وما تبقاش تضغط علينا وما تبقاش تنتقم هاد العمال. الناس راه كتعرض لكريزات بالليل اصاحبي لا ترانسبورت لا والو شحال من واحد مسكين تكرازة وكاين الناس اللي عندهم عين المواطن مساكن كيوقع عليهم حوادث. انا بالنسبه للنداء ديالي النداء ديالي للشركه ديالنا والجامعه وحتى الولايه ان شاء الله ان العامل النظافه كيقوم بالواجب ديالو اكثر من الواجب ديالو ويستاهل اكثر. حنا اللي كنشوفوا ان غلاء الاسعار وزيادات بزاف والاجر ديالو ناقص. رجل النظافه يعني مهضوم في جميع الامور مهضوم في الخلصه ديالو الشهريه ناقصه زائد حتى في التقاعد ديالو فاش كيخرج التقاعد يعني كانه ما عمرو خدم. واش بالله عليك ان رجل النظافه كيخدم في النظافه حتى كيعيا وكتبقى له 1400 درهم في الشهر راه المنكر بكل صراحه. ورجل النظافه يعني الكرامه ديالو كما كنشوفوا لا في الشارع ولا في جميع الاماكن ما عندوش الكرامه. كنادي يعني وزاره الداخليه انها توقف في جانب رجل النظافه هذه من جهه. ثانيا كنطلبوا يعني زياده في الاجور وكتلقى يعني غازك زنايا حدانا هنايا كزنايا يعني عندهم الاجر طالع عندهم 4100 درهم في الشهر ورجل النظافه ديالنا داخل المدينه في الولايه كيشبر يعني الثمن ناقص ما كيكفيش. وعاده انتم كتشوفوا ان الزياده في الاجور الزياده في المواد الغذائيه الزياده في المواد الغذائيه طالعه يعني رجل النظافه ما يقدر لا يقرر وليداته ولا يدير لهم مراجعه ولا يكسيهم. اما اذا كان شي مرض خلاص مسكين ما كيبقى له والو. ونتمناو ان هاد الاخوان هادو المسؤولين يردوا البال ويعني يحسوا برجل النظافه. والسلام عليكم. حنايا عندنا واحد الملف مطلب اللي كنطالبوه الاداره ديالنا وعندنا العمال ديالنا كيعانيوا شتى المعاناه لا في الترونسبور. بالنسبه للترونسبور كاين اللي كنوضوا نعملوا شي نقابه ولا كنوضوا نهضروا على الحقوق ديالنا كنشوفوا تعسفات كثيره. كاين العامل اللي كيسكن مثلا في مغوغه كيديوها لنا للرميلات اشقر وهذا الشيء هذا راه ما بغيناهش يكون وكنطالبوا بالاداره تعامل مع العمال ديالها وترجعهم للاماكن ديالهم وكنطالبوا العامل يخدم بالكرامه ديالو ويخدم يخدم في رقم صعب. وعندنا واحد 5% ديال الاقدميه الشركه كتزادنا في هذا 5 في الشهر. كنطالبوا الشركه تتفاعل معنا في هذه الامور هذه ديال الاتفاقيه الجماعيه وما يكون على خير ان شاء الله وعنمشيو الامور ديالنا. الجماهير قويه.